السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا البنات، كديرين؟ كديرين مع الصحة؟ كديرين وليداتكم أموركم؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. قبل ما نبدأ معكم الفيديو نقول لكم البنات ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، كتجي عليا كتشجعوني وكتحفزوني أنني نشارك معكم اليوميات ديالي البسيطة. المهم نهاير جديد البنات وروتين جديد كيف ما شفتوا، غنشارك معكم هذا النهاير. وهذا الفيديو راه كنت غنحطو لكم البنات البارح ولكن ما كتبش البنات لان المونتاج ما كتب، غنصوب لي المونتاج اليوم لان المونتاج كياخذ لي الوقت وما نقولش لكم صافي الناس ما المهم ان شاء الله غتعرفوا في اخر الفيديو، لان هذا الفيديو كنت كنصوروا لكم عادي البنات فرحانين كاينه الوالده، قلت غنكمل شقايا ونكمل روينتي وغندوز نوجد، ما عندي لا عجينه اليوم لا والو، عندي غير الغديوه. قلت غندير، امي قالت لي هاتي ديري لنا، انا بغيت شويه الحوت، قلت غندير ان شاء الله ندير لي ماشي غديوه نجبد الحوت حيت عزيز عليها الحوت. وكنت قلت لزكريا حتى كاينه المهم جيب لي الحوت، جيب لي شي تعليقه ديال الحوت، نعود الوالده فما بغات الحوت نطيبو ليها. هادشي اللي كان الغزاله وهادشي اللي غندير اليوم ان شاء الله. قلت نطيب ليها غديوه تكون زوينه وتكون، هانتوما البنات الشكيه ديال هادو كيفاش جاو، جاو فنين تبارك الله، جاو فنين عجبوني. وانا لاعبه على الصالون في الابيض البنات، وجاو في الصالون احسن جوج اخوات متتبعات وفيات ليا اللي قالوا لي زهره دير لهم في بيت ناس، ولكن اغلبيه قالوا لي زهره دير لهم في الصالون. ان شاء الله البنات راه ملي نكمل الصالون بالنسبه للاخوات اللي كيسولوا راني غنشاركوا معاكم، راني غير البنات دابا اختكم مرونه وكنخطف كل مره حاجه، وملي غنكمل الصالون راني غنشاركوا معاكم. انا غندير اللعب عليها البنات شي حاجه سامبل، لعب على الضو والبيض والقري، هذا هو اللون البنات اللي لعبه لي في الصالون. ما بغاش نكثر الالوان وندير شي الوان اللي باينين بزاف، ندير داك الشيء اللون اللي ما يطلعش ليا في راسي. هادشي اللي كاين لوزيلات صافي. هنا غندوز ان شاء الله نشارك معكم الغديوه ديال نهايرت اليوم كيف ما شفتوا البنات. قلت غندوز ندير واحد الطويجين ديال الحوت، غندير البنات غير غديوه خفيفه. فين درت البنات العطريه الحوت، قلت غندوز نرقد هذا الحوت هذا ديال الطاجين، وغندير البنات شويه الكفته اللي درت فيها العطريه، درت فيها شويه الربيع شويه التحميره البنات، شويه الكمون شويه السكينجبير شويه الخرقوم، ودرت فيها البنات حتى شويه القزبر مدقوق في الكفته. وغندوز البنات غنديرها غير في المقيله، ودست السماكينه البنات في هذيك الجميله كنسلق في شويه الشيفرو اللي ديجا شاركته معاكم، درته وعجب الوالده قالت لي جا زوين، وقلت اليوم ثاني نديروا ليها. صافي هنا كيف ما شفتوا وجد الطويجين، غندير عليها البنات فليفلات من الفوق، وغندير عليه شويه الزيتون ديال الدار صافي. وغندوز نشارك معكم الكفته، نديرها غير في المقيله اللي قطعتها البنات شويه البصيله دوائر، وقطعت هنا كيف ما شفتوا حتى الفلفله دوائر، درتها في الحوت. هانتوما الطاجين زينتوها البنات غير بشويه الفلفل وشويه مطيشه اللي قطعتها دوائر حتى هي، وزدت عليه الزيتون ديال الدار صافي وخليته يطيب. وهنا كيف ما شفتوا البنات غندير غير في المقيله، اصلا هاد المقيلات هادو كيجيو الصراحه كيجيبوا الماكله اللذيذه. الاخوات اللي باغين ياخذوهم على ضمانتي غير خذوهم، وحتى هاد الطاجين اللي كيسولوني الاخوات حتى هو على ضمانتي البنات غير خذوه، راه الصراحه كينفع وحتى المنظر ديالو زوين. وحاجه اللي نوصيكم عليها انك طيبي بالمهال في هذيك الطويجين، هادشي اللي كاين الغزالات صافي. هنا كيف ما شفتوا هاد المقيلات، هما هاد المقيلات بالزربه كيشربوا، يعني بالزربه كيشربوا، حاولوا تنقصوا البوطه وما تكثروا لا ما لا والو، وراه كتجي فيه كتجي فيهم الماكله الصراحه لذيذه. صافي هنا كيف ما شفتوا البنات، هنا درت الكفته اللي درت عليها العطريه ودخلت لها العطريه مزيان، وغندوز هنايا غديوه بالزربه. وجدتها صراحه ما خدتش ليا شي وقت كثير. تعاونيني شوف اللي شوف اللي كيف بقات شتي يلا صافي. هنا البنات غندوز نشارك معكم، قلت ندوز ندير واحد العويصير. هنا اللي دست عصرت ليمون، شفتوا البنات ليمون احمر، هذا هذا الليمون هذا البنات راه ديال سيشيليا، هذا الليمون هذا
صافي عندي هنا الفريز كيف ما شفتوا، غندير عليها البنات الفريز. هاد العصيره بغيت نشارك معكم، دابا غنبدا نشارك معكم العصيرات لان رمضان ما بقى ليه والو، دابا ما كاينه غير ان شاء الله نرجع نشارك معكم الشهيوات ديال رمضان يكونوا خفاف وبزاف كيوجدوا لا تمر لا والو. صافي هنا كديري الفريز البنات والبنان والليمون اللي عصرته، وما غندير لا سكر لا والو لان البنات الليمون حلو حيت ما حامض ما والو. والبنان صافي غنكتفي البنات، غنطحن غير هذاك البنان مزيان هو والفريز وصافي. وهنا كيف ما شفتوا الغزالات بعد ما وجدت الغديوه وجدت حتى الشلاضه هي قطعتها وصافي، ودست هنا قلت نحيد عليا المواعن راه بغيتو تغلبوا على الشقاتي اللي ديرو، ما تخليوش المواعنات يتراكموا عليكم، حاولوا كيف توجدوا الغداء حيدوا المواعنات البنات. وهادشي اللي كاين الغزالات ونخليكم مع الفيديو. الغزالات كيف ما شفتوا كانت هذه الغديوه اللي دارت، اللهم اديمها نعمه وحده من الزوال. وهنا كيف ما كتشفتوا البنات الطويجيل اللي جا لذيذ صراحه، درت عليه زويتينات ديال الدار، درت شويه الكبسه كيف ما شفتوا اللي شاركت معكم، درت حطيتها في طبيسيل. وبالنسبه للعصير اللي شاركته ما كيجي لذيذ البنات، كيجي زوين صراحه، كيعجب الوليدات الصغار واحسن ما زيدوش شويه السكر. صافي درت هنا البنات شويه الشيفرول اللي شاركته معكم اللي كنشحرو حتى هو كيجي لذيذ وعجب الوالده. صافي هنا اكل صحي درت هنا شويه الخضيره كيف ما شفتوا، درت شويه لافوكا قطعتها وشويه الخوص شويه الخيار وشويه المايس. صافي وكانت هذه هي الغديوه البنات هانتوما. وهنا قليت شويه الحوت شويه مرلوتسو اللي جبتو حتى هو يا البنات قليتو، وكانت هذه هي طبيله الغديوه البنات. شمس العشيق قد غربت واستعبرت عيني من الفرقة على الشفق قد سطرت حين غيب. ميما غزالات غنحبس معكم الفيديو هنايا، اشكون خاتيمة شنقول لكم، كنسجل في الفيديو معكم، مسجلة معكم الروتين، كنطيب في الغديوة للوالدة راكم شفتو، ضاحكين لاعبين، حتى جات واحد المكالمة بعدا تتغدينا، جات واحد المكالمة منقولش ليكم البنات شحال خايبة وشحال واعرة، تكوني هنا في المغربة تيعيطو لك يقولو لك مي مشاك مريضة وضروري خاصك تجي، يعني مريضة ومريضة بزاف. نطلب منكم واحد الطلب كاملين البنات، عمري طلبتكم يعني طلب من القلب، كنطلبو ليكم كنطلبكم انكم بالدعاء
نتعو مع امي، لانني هذه جده ديالي موت امي، كنقول ليها امي دائما، كنقول ليها امي، وبعض المرات كنغيط نعيط على امي كتقول لي هي العام. كنطلب منكم جنات، واخا انا جايه. كيف قلت لكم البنات، بقات في امي، وبقات في امي هذه، لانها ما نقولش لكم ما هي السما ما هي الارض، وقطعت لي نهار 15 كانت قاعده هي وبا الساعه، دابا ما تقدرش تصبر لانهم قالوا لي خاصك ضروري تجي. اش نقول لكم، انا ما كرهتش نمشي، ولكن ما عندي دابا حكيمه ما عندها لا اوراق لا والو، راكم عارفين بانني ما صوبت لا باسبور لا حتى حاجه، يعني كون كان عندي الوراق وصابرين ما كتقراش نمشي. اش نقول لكم الغزالات، دعيو معايا بالشفاء، كنطلب منكم طلب من القلب ديالي، دعيو مع الام ديالي او الجده ديالي بالشفاء. ودابا امي غتقطع بي اخر، خاصها تمشي في اسرع وقت، والله يصاوب وصافي. عرفتوا شحال خيبه، ما نقولش لك كلشي تقلب، كلشي الوالده ناويه شحال من حاجه غندير انا وياها، ناويه كلشي تقلب سفالة عليه. والله البنات الله يصاوب وصافي. المهم الغزالات، نحبس معكم هنا الفيديو، كنت باغا نكمل معكم الفيديو، باغا نخرج، باغا المهم الغزالات نحبس معكم هنا البلوك، نحبس معكم هنا الروتين، ونقول لكم تهلاو في ريوسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله، وكنطلبكم من جديد، كنقول لكم ما تنساوش البنات، خليو لي تعليق كتدعيو بالشفاء الجده ديالي اللي هي الام ديالي، الله يحفظكم، لانها الصراحه حاطه واحد الفيديو كنت مشيت عندها، ما نقولش لكم يعني صعيبه صعيبه صعيبه، الله يصوب وصافي. المهم الغزالات، نقول لكم هنا تهلاو في ريوسكم، تسجدوا دائما انني احبكم في الله، وتهلاو في صحيحتكم، هادشي اللي نقول لكم قبل عليكم.